صباح الخير. ساعات كتير بنبقى عاوزين نعمل وجبة لذيذة وسهلة وحلوة وفي نفس الوقت تكون طبق رئيسي متاخدش وقت أو مجهود أو مكونات كتير. النهاردة هنعمل كباب الحلة بطريقة بسيطة جدا، ألذ وأسهل وجبة ممكن تتعمل. هنقدم معاه كمان طريقة عمل الرز الأبيض بالحبهان والمستكة، حاجة كده لذيذة ومختلفة شوية. كباب الحلة زي الكتابة بيقول لازم يكون لونه حلو متكرمل مش متحرق ولا لونه غامق، ويكون معاه صوص متوسط السمك، يعني مش خفيف قوي زي المية، مش تقيل قوي ولا متماسك زي المهلبية. النهاردة هعرفكم ازاي تعملوا كباب الحلة بأفضل وأبسط وأحسن طريقة بدون مكونات خزعبلية. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي نادية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه قطعت البصل جوليان. انا مستخدمه بصل ابيض في الوصفه دي لان البصل الابيض بيتكرمل وبيدي طعم حلو ومسكر للصوص بخلاف البصل الاحمر، فانا بفضل البصل الابيض او البصل الاصفر، لكن البصل الاحمر مش مفضل خالص في الوصفه دي. انا ما بحطش على كباب الحله لا توم ولا فلفل رومي، ما بحبش اقلبها على صينيه بطاطس. شويه كباب الحله بصل ولحمه فقط، دي طريقتي ودي اطعم والذ طريقه صدقوني من غير اي اضافات زياده ما لهاش لازمه. هنحتاج كمان قطع من اللحمة مقطعة مكعبات. انا مستخدمة لحمة بدون اي دهون، يفضل تكون اللحمة حمراء، طبعا ممكن تستخدموا لحمة ضاني او لحمة عادية زي ما يعجبكم. الناس اللي عايشة في امريكا او الناس اللي عايشة برا مصر، انا مستخدمة بيف ستيو، وده شكل قطع اللحمة اللي انا مستخدمها وده حجم المكعبات. حطيت معلقتين من الزيت وحطيت عليهم معلقتين من السمنه، طبعا لان اللحمه بتاعتي ما فيش فيها اي دهون، فممكن احط زيت او سمنه علشان يبقى فيه شويه دهون في الطبق بتاعي. بعد كده حطيت نص كميه البصل. انا عارفه ان في كل الوصفات او في معظم الوصفات اللحمه بتتشوح الاول في السمنه بدون اي بصل او حاجه علشان تاخد لون، ولكن لا، انا مش هعمل كده. انا هحط البصل الاول وادبل البصل، يعني اقلبه كده تقليبه لحد لما يدبل ويطرى، وبعد كده احط عليه اللحمه. ليه انا بعمل كده؟ لانه اللحمه لما بتتشوح الاول في الزيت او في السمنه بتاخد لون متحروق شويه، وبعد كده اللون ده بيتنقل للصوص، فبيبقى لون الصوص مش متكرمل ولا فاتح زي اللي بتشوفوه بره، بيبقى لونه غامق شويه. كده كده اللحمه هتاخد تشويحه وهتاخد وش، ولكن لما بتتشوح الاول لوحدها ما بيبقاش فيه عازل ما بينها وما بين الزيت او الطاسه او المقلاه، فبتبتدي انها تتحروق شويه. حطيت عليها اللحمة وبعد كده هحط عليها البهارات. ورقتين لورا، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من بهارات مشكلة ودي اختيارية أو 7 بهارات، معلقة كبيرة من الكزبرة المفرومة، حوالي 10 حبات من الهيل أو اللي هو الحبهان، وربع معلقة صغيرة من القرفة. القرفة بتدي طعم حلو جدا جدا في الوصفة دي، يعني حاولوا ان انتوا تحطوها وما تقلقوش منها. هشوح بقى اللحمه مع البصل كده واقلبهم لحد لما اللحمه تاخد لون من جميع الاتجاهات زي ما انتم شايفين كده، اهوت مش متحروقه ومفيش عليها اي لون اسود ولا واخده لون مش حلو. بعد كده حطيت عليهم ربع كوبايه من الميه بس علشان يبقى فيه سوائل، واغطيها وهدي النار عليها واسيبها بقى تستوي على نار هاديه خالص، تاخد بقى وقتها نص ساعه ساعه على حسب نوع اللحمه وعلى حسب اللحمه دي عجوزه او صغيره. المهم ان انا عايزه اللحمه تستوي 90%، مش عايزاها تستوي سوا كامل ومش عايزاها تبقى لسه نيه، يعني هي ممكن تتاكل. الناس اللي بتحب تاكل لحمه وتكون بتتمضغ شويه لا، ممكن تاكلها في المرحله دي، فانا عايزاها تستوي 90 85 90% كده. احط عليها نص كميه البصل المتبقيه، ده بقى اللي هيخلي الصوص بتاعها جميل جدا وطعمه حلو. هنملح اللحمه، طبعا احنا ما بنملحش اللحمه في الاول لانها مش هتستوي كويس وهتشد معانا، الملح بيكون بعد اكتمال سوى اللحمه. هديها تقليبه كده وهغطي عليها واسيبها بقى على نار هاديه، يعني تستوي مش تستوي، تكمل سواها مع البصل، والبصل دوت يدبل وينزل ميته كده وهيطلع معانا صوص جميل جدا. هو ده التكنيك او هي دي الطريقه اللي تخلي كباب الحل يطلع معانا لونه حلو وفيه صوص كمان قوامه حلو. على ما اللحمه تستوي والبصل يدبل هنجهز الرز بتاعنا. حطيت معلقتين كبار من الزيت وحطيت عليهم معلقتين من السمنه او الزبده، وهنحط بقى مستكه. انا عامله رز بالمستكه والحبهان، هنحتاج تقريبا نص معلقه صغيره من المستكه اللي هو الحبه اللي انتوا شايفينها دولت، نحطها كده في السمنه وهي سخنه، وهنحط عليها يعني حوالي 6 7 حبات كده من الحبهان، يعني حبه كده من الحبهان، وهنسيبهم يعني ياخدوا لهم تشويحه خفيفه بس الحبهان يطلع ريحه. اول ما يطلع ريحه يبقى كده تمام،
حط عليهم بقى الرز، بس ما تسيبوش الحبان ومستكه كتير في السمنه، يعني يا دوبك 2 3 دقايق وخلاص. الرز طبعا مغسول متصفي كويس، انا مستخدمه 4 كوبايات من الرز، الرز المصري بتاعنا. وعلشان الرز يطلع مفلفل معانا والحبايه بحبايتها كده، لازم يتشوح كويس جدا في السمنه والزيت. انا حاطه زيت لانه الزيت بيخلي الرز مفلفل، سواء كان سمنه او زبده مش بتفرق، ولكن اهم حاجه يكون في زيت. والرز ده محتاج ان هو يتشوح تقريبا 5 دقايق او 7 دقايق في السمنه والزيت، يتقلب كده ويتغلف كويس جدا ويتشمع. وبعد كده حطيت عليهم 4 كوبايات من الميه السخنه، الميه السخنه برضو هتخلي الرز يبقى مفلفل. انا ما بعملش الرز بمرقه، لو حابين تحطوا مرقه انتوا حرين، بس انا بحب احافظ على لون الرز، المرقه بتغير اللون وبتغمقه. بعد كده هغطيه واسيبه بقى على نار عاليه لحد لما يتشرب الميه بتاعته. اول لما يشرب الميه بتاعته هوطي النار عليه وهغطيه برده واسيبه يستوي على نار هاديه، اللي هي الطريقه التقليديه لسوى الرز بتاعنا. كده الرز خلص معانا، ريحه المستكه والحبهان مش عايزه اقول لكم طالعه من الرز، يعني تجنن. زهقنا من الرز العادي، ساعات بنبقى عايزين نغير وناكل حاجه مختلفه وناكل رز بطريقه مختلفه، الطريقه دي حلوه جدا يعني بجد جربوها. وده كباب الحله، شايفين شكل اللحمه عامل ازاي ولونها عامل ازاي؟ لون الكباب الحله مش اسود، لونه بني كراميل كده شويه، ده علشان احنا ما شوحناش اللحمه الاول في السمنه على طول. الصوص زي ما انتوا شايفين قوام الصوص عامل ازاي. البصل اللي حطيناه في الاخر ده اللي هو بقى سبناه لحد لما يدبل، هو اخد له تقريبا 1/3 ساعة او حاجه، البصل كان دبل ونزل ميته مع اللحمه واللحمه كانت كملت سواها. ده بيدي لون جميل جدا وبيدي طعم حلو وكرمله كده، بيبقى طعمه مسكر شويه. البصل الابيض افضل بكتير جدا من البصل الاحمر، والبصل الاصفر اوكي برده ما فيش مشكله فيه، ولكن بلاش الاحمر خالص. قدموه بقى بالطريقه اللي تعجبكم، طبعا اهم حاجه الصوص اللي في الاخر ده، هو ده اساسا اللي انا عامله علشان الوصفه. مش عايزه اقول لكم بقى ريحته عامله ازاي، طبعا سهل ما اخدش وقت ولا اخد مكونات، هو لحمه وبصل. انا ما بحطش ثوم، ما بحطش فلفل رومي، ما بقلبهاش على صينيه بطاطس، هو كباب الحله بصل ولحمه، والبصل يكون قد اللحمه. الطريقه اللي انا استخدمتها دي هي افضل طريقه عشان يطلع معانا الصوص بتاع كباب الحله، لونه حلو وطعمه حلو ومسكر، مبقاش متحروق. اللحمه مستويه خالص، انا بحب اللحمه تبقى مستويه تماما زي ما بنقول عليها كده زبده، يعني ما بحبش اللحمه تتمضغ خالص سواء كان لحمه او فراخ. انتوا ممكن تسووا اللحمه السوى اللي يعجبكم. الرز طعمه يجنن يجنن فوق ما تتخيلوا، ريحه المستكه كانت قلب الدنيا، وريحه كباب الحله كانت قلب الدنيا. شايفين شكله عامل ازاي، مفلفل بقى وريحته تجنن. قطع اللحمه زي ما هي ما تهرتش، وفي نفس الوقت مستويه كويس جدا. واهم حاجه عندي الصوص اللي طلع معاها، يعني ده اللي هو اللي احنا ممكن ناكله بعيش او ناكله برز، اهم حاجه في كباب الحله هو الصوص بتاعه، ميبقاش ناشف كده وميبقاش سايب زي الميه. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه فيديو جديد.